مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من عرب ويلز. نحن موجودين اليوم بالامارات العربيه والمتحده وبالتحديد بابو ظبي. نحن موجودين اليوم حتى نجرب اكبر سياره باسطول نيسان الشركه اليابانيه العريقه. معنا اليوم الباترول موديل 2020. الباترول لمحه سريعه، الباترول بدأت سنة 1951، يعني بالضبط من 69 سنة. فعلاً تاريخ عريق للباترول بالمنطقة العربية، الشرق الأوسط أو حتى دول الخليج. اليوم معنا الباترول موديل 2020، بالرغم أنه قالوا لنا المدراء بشركة نيسان أنه الباترول هو جيل جديد بالكامل، ولكن نحن مثل ما شايفينه شخصياً هو ميجر فيس ليفت، يعني ميك اوفر وتظبيط كتير كبير، ولكن مانا جينيريشن بالكامل. ضلكن معنا حتى نخبركن التغييرات على الباترول الموديل 2020، تغييرات إن كان من خارج السيارة من داخل السيارة، وأكيد نفرجيكن تجربة قيادة ممتعة إن كان بقلب المدينة أو إن كان أوفرود على الطرقات الوعرة بالصحراء. معلومة بدي خبركن إياها قبل ما بلش خبركن شو التغييرات من الواجهة الأمامية. شغلة خبرونا إياها المدراء بشركة نيسان إنه تخيلوا النيسان الباترول بشكل بحدود 45% يمكن وشوي من حصة مبيعات السيارات بهيدي الفئة بالثمان اسطوانات الفول سايز اس يو في بدولة الامارات العربية المتحدة. يعني تخيلوا النيسان باترول هو نمبر 1 بالمبيعات بهيدي الفئة وسابق كل المنافسين. اول شيء بداية نطلع من الواجهة الامامية، هو التغيير الكبير هو بالواجهة الامامية. منلاحظ انه نيسان حطوا لنا الفي موشن جريل يلي أكيد حطوها شركة نيسان على كل أسطولهم، على كل سياراتهم، إن كان من الألتيما، إن كان من الماكسيما، إن كان من كل سياراتهم، إن كان من الباس فايندر، إن كان من كل السيارات يلي موجودين هن بأسطولهم. حطوا لنا الفي موشن جريل يلي هي بشكل الفي باللغة الأجنبية، ومنلاحظ حتى الشبكة الأمامي كمان نغير. حطوا لنا أربع زياح بقلب الشبك الأمامي، مستعملين شركة نيسان، المصممين بشركة نيسان استعملوا الكروم اللميع، ومنلاحظ أنه كتير دخلوا إذا منلاحظ الكروم اللميع والكروم المات ليعطوا شوية ثلاثية الأبعاد بالشبك الأمامي لحتى يبين فعلا جريء وضخم وفي فعلا وهرة هو واقف النيسان الباترول. نجي منطلع بيرجع من بعد الشبك الأمامي منطلع المصابيح الأمامية، هذا تغيير كمان كليا جديد. منطلع المصابيح بالLED تكنولوجي، ومنلاحظ معمولين بشكل السي، السي شيب باللغة الأجنبية، هودي المصابيح الأمامية. ومنلاحظ حتى كمان المصد الأمامي داخل بقلب الضوء. طلعوا شو هالتصميم الجميل والحلو وفعلا المتطور يلي نيسان عطيونا إياه على الباترول. ومنلاحظ حتى المصد كمان الأمامي من تحت، منلاحظ الكشافات الليلية أو الفوغ لايتس كمان مغير تصميمهم، ومنلاحظ كمان دخلوا الكروم اللميع والكروم كمان المات كمان بالمصاد الأمامي. يعني منلاحظ متطلع واجهة بالكامل مغيرة، حتى كمان غطاء المحرك كمان في كمان تصميم حلو بالغطاء المحرك اللي ما كان موجود على الجينيريشن بدنا نقول، أو بالأحرى على الجيل يلي سبق الموديل 2020، أو إذا بدكم نقول على الموديل 2019. غطاء المحرك فعلا كمان مغير. نرجع نمشي نحن عن جنب السيارة، نطلع من المصابيح الأمامية، حسينا مثل أكنه كتير متطور
الواجهة الأمامية مع المصابيح الأمامية ومنمشي نحن على الطرف، منلاحظ أنه ما في أبداً تغيير على نيسان الباترول موديل 2020 من الجنب. منلاحظ أنه الفتحة الجانبية بعدها هي ذاتها مثل موديل 2019، المرايات الجانبية هن ذاتهم متطلع مسكة البواب، يعني كل التصميم الجانبي بقي مثل ما هو، ما في أي تغيير. بنوصل أكيد على خلفية السيارة، منلاحظ أنه في تغيير خفيف طفيف مش كتير ملحوظ من خلفية السيارة. التغيير مثل ما قلنا لكم الكبير هو من أمام السيارة. نطلع أنه هن ذاته نفس المصابيح الخلفية، ولكن شركة نيسان شلون وحطوا أضوية أكيد كمان بالLED تكنولوجي متطورين، زادوا كمان كروم على المصابيح، وأكيد هيدا الخط مكمل لحتى يوصل الأضوية. ومنلاحظ أكيد مثل ما قلنا لكم من أمام السيارة محطوط كروم، ومستعملين كروم لميع وحتى كروم مات محل ما موجود اسم السيارة الباترول بالكروم المات. إذا منلاحظ محطوطة الشقفة كروم مات، ومن فوقها موصولين المصابيح الخلفية بكروم لميع. أما المصد الخلفي إذا منلاحظ من تحت مستوحى فعلا من السيارات النزمو تبع نيسان، يلي كمان كان موجود على موديل السابق تبع نيسان الباترول وقت اللي أطلقوا كمان شركة نيسان الباترول النزمو، استوحوا كتير من المصد الخلفي من النيسان الباترول النزمو. يعني مبدئيا التغيير الكبير إذا منلاحظه هو من أمام السيارة أكثر من خلفية السيارة. طبعا في تغيير من خلفية السيارة، الأضوية صاروا المصابيح الخلفية صاروا بالLED تكنولوجي، ومثل ما قلنا لكم دخلوا الكروم اللميع والكروم المات بخلفية السيارة. أنا صرت موجود هلأ حالياً بداخل مقصورة النيسان الباترول موديل 2020. التغييرات من داخل المقصورة أكيد رح نفرجيكم إياهم وندلكم عليهم. منبلش بداية المكود تبع نيسان باترول موديل 2020، منلاحظ إنه في ستيتشز، في تقطيب، أكيد في شغل حلو بقلب نيسان باترول. يعني قصدوا شركة نيسان إنه يعلوا مستوى الرفاهية بقلب نيسان باترول ويعطوها هالبريميوم وهاللكجري فيل بعد أكثر من ما كان قبل، يلي أكيد هو قبل كان موجود، بس جربوا يحطوا هاللمسات لحتى فعلا يحسسونا براحة ركوب داخل المقصورة. المكواد مع ستيتشز وأكيد مع خشب داير من دار المكواد، ومنلاحظ حتى كمان المكواد صار بشكل كمان الفي موشن كمان مع أكيد تقطيبات، يلي هو الفي موشن يلي شركة نيسان أطلقوها هيدي على كل أسطولهم، إن كان من الشبك الأمامي وحتى دخلوها بالمكواد تبعهم الفي موشن الجريل. نرجع مننتقل الشغلة الثانية أكيد الحلوة كمان، هي أنه موجود صار فيه دول سكرين، شاشتان مزدوجة، أول شاشة ب 8 إنش وتاني شاشة ب 7 إنش، وقرروا شركة نيسان أكيد يستوحوا هذا الكونسبت من الشركة الأخت لألون يلي هي إنفينيتي. يعني ملاحظ إحنا أكترية سيارات إنفينيتي أطلقوا على مقصورتهم الداخلية الشاشتان لحتى يهينوا أكيد استعمال الفيتشر يلي موجودة بقلب السيارة. نطلع الشاشة الفوقانية مستعملة للنافيجيشن، لكل شيء له علاقة بقلب السكرين. نرجع منلاحظ من تحت هي نحن بنتحكم أكيد بنظام التكييف، نظام التبريد، نظام التسخين، التليفون تبعنا، البلوتوث، الموسيقى، يعني نقدر نتحكم بكل شيء. هيك بتضل مفصولة شاشة النافيجيشن لوحدة منفصلة عن الشاشة الثانية، يعني نظام انفوتيمنت جديد
بالكامل على النيسان الباترول. واكيد شركه نيسان زودوا الانفوتيمنت سيستم بابل بلاي واندرويد اوتو، يعني بتقدروا توصلوا وتشبكوا تليفوناتكم بالكامل على النظام الانفوتيمنت الجديد. والشغله الحلوه يلي كمان عملوها انه الروتري بوتن اللي تقدروا تتحكموا انتو بالسيارة، منلاحظ انه صار كتير قريب علينا. يعني ليه؟ لحتى ما يخلوكم انتو تخففوا انتباه على الطريق انتو سيئين، بتقدروا انتو سيئين بايد واحدة على المقود تقدروا تستعملوا الروتري بوتن بدون ما انتو تمدوا ايدكم يعني على الشاشة، وحتى ما تعملكم قلة انتباه على الطريق لا سمح الله تسبب لكم باي حادث. كتير قريب البوتن يلي عندكم. اكيد الفتحة تبع الموجودة، الفتحة اللي هون كمان قصة التبريد الموجودة هون، وحتى في اكسس عليها كمان للركاب الخلفيين لتبردوا الاكل او المشروب يلي بدكم تحطوه. هيدي كمان الشغلة الجميلة بفئة الباترول يلي زودوها شركة نيسان بالباترول موديل 2020. القصص يلي زودوها كمان شركة نيسان، اطلقوا لونين على السيارة كتير جديد يلي هو البيج الذهبي الجولد، واطلقوا كمان ابيض لولو، هودي من الالوان الخارجية. اما كرمال الالوان الداخلية، اللون المميز يلي اطلقوه شركة نيسان، واكيد مثل ما قلنا لكم استوحوا المصد الخلفي من النيسان الباترول موديل 2019 النيزمو، وقرروا حتى يستوحوا من داخل المقصورة مي داخل يلي هو البني التان البني الجميل يلي نحن شو بيذكرنا. هذا بيذكرنا بسيارة النيسان الجي تي ار، وفعلا شركة نيسان سموا اللون الداخلي الجي تي ار تان، او اللون المستوحى من سيارة النيسان الجي تي ار. صار فيكم تطلبوا انتو هذا اللون يلي هلا انا موجود قدامي او قدامكم، كمان صار متوفر كمان لحتى تطلبوه. بخصوص المحركات المتوفرة على النيسان الباترول، ما صار في اي تغيير، بعده موجود محرك الست اسطوانات بشكل V يلي انتو عرفتوه، ومواصفاته راح يبينوا باخر الفيديو يلي انتو عرفتوه، الاربع لتر ست اسطوانات بشكل V، واكيد المحرك الثمان اسطوانات بشكل V8 ال 5.6 لتر كمان بعده هو ذاته ما تغير شيء، ان كان من ناقل الحركه الجير بوكس او ان كان من المحركات كله بعده هو ذاته. يعني عم بقولكم التغيير الجذري هو من داخل المقصوره، امام السياره، خارج السياره، من خلفيه السياره. وفي قالوا لنا شركه نيسان انه المدراء بقلبها قالوا لنا صار في شوية تغيير بنظام التعليق، شوي بقلب السسبنشن، يعني نعمل لهم شوية تيونينج تشتشود، حسنوا المقصورة الداخلية إن كان من الصوت لحتى يعزلوا الصوت بقلب داخل المقصورة. هذا الشيء كمان حسنوه وقدرنا لاحظناه نحن خلال تجربة قيادتنا. ما بدنا ننسى اكيد نخبركم عن الشغلة يلي اجمالا ما بتنذكر مع النيسان الباترول، لانه هذه شغلة فعلا اساسية ولازم تكون موجودة، يلي هو نظام الفور ويل درايف تبع النيسان الباترول. اكيد في ديفرنشال لوك للاطارات الخلفية بالخلف، موجود الديفرنشال لوك، وعنا المود الدرايفينج يلي عنا اكيد الفور لو الفور هاي، وعنا حتى النظام الدفع الرباعي الاوتو الاوتوماتيكي، واكيد عنا كذا مود درايفينج، لانه مثل ما عودونا نيسان باترول هو الاس يو في، هو الدفع الرباعي اللي فيكم تسوقوه انتو بالمدينة، وبنفس الوقت مع عائلتكم فيكم تطلعوا على الطرقات الوعرة بالصحراء وتسوقوا اوف رود.
هي ذاتها راحة الركوب إن كان على الطرقات العامة بقلب المدينة وإن كان حتى بالأوفرود، هو ذاته نفس الشعور ونفس راحة الركوب عطيونا إياها شركة نيسان على الباترول 2020. وأكيد المودز يلي فينا نسوق فيهن، عنا المود يلي هو أون رود يلي هو على الطرقات الأسفلتية يلي مقدر نسوقه نحنا كل يوم، في عنا الساند مود، عنا السنو مود، وعنا حتى الروك مود. يعني عنا النظام اللي فينا نسوق فيه نحن على الطرقات الرملية، على الصحراء، على الديونز، وعنا على التلج يلي أكيد نقدر نسوقه نحن بمناطق جبلية بقلب التلج، يمكن بالمملكة العربية السعودية، يمكن بلبنان، يمكن بالأردن محل ما فيه أكيد تلج. وعنا الروك مود محل ما فيه صخور نقدر نسوقه كمان، صخور وحتى وحل، يمكن نقدر بسلطنة عمان نقدر نسوقه بوحل وبرق ماي وحتى على الصخور. يعني هودي المودز يلي قادرين نحن نسوق فيهم. وأكيد مثل ما قلنا لكم في الديفرنشل اللوك يلي موجود بقلب السيارة. مثل ما ملاحظين فعلا النيسان الباترول موديل 2020 صامت من داخل المكسورة، يعني حتى منلاحظ ما في أي ضجيج خارجي عم بيدخل على السيارة. وهذا يلي قالوا لنا إياه المهندسين بشركة نيسان، أنه حسنوا كتير داخل المكسورة، العزل الصوتي بالداخل المكسورة، وهذا الشيء الإنجاز يلي قرروا يعملوه على الباترول موديل 2020. أكيد لنخبركم على أنظمة السلامة يلي هن قصص يمكن بيزك عند النيسان الباترول. أكيد عنا موجودين الإمرجنسي بريك أسيست، إذا أي مشاة اجتازوا قدامكم وأنتم ما كنتم منتبهين بيعملكم تنبيه صوت، والفرامل لوحدهم بيشتغلوا وبيوقفوا إذا قطع أي شخص قدامكم وأنتم ما كنتم منتبهين بقلب المدينة. أكيد في عنا الانتليجنت كروز كنترول، يعني تثبيت السرعة الذكي يلي هو بتقدروا تستعملوه أنتم على الهاي ويز، يعني ماشيين اعتبروا انتم سرعة 100-120 على الهاي واي، بتثبتوا الكروز كنترول الانتليجنت التثبيت السرعة الذكي، واي سيارة بتجتاز قدامكم السيارة لوحدها بتخفف وبترجع بتسرع، بس يصير فيه مسافة معينة ابعد عن السيارة يلي موجودة قدامكم. واكيد ما بدنا ننسى اكيد البلايند سبوت يلي موجودين على المرايات، بيضويلكم اشارة انه تنتبهوا انتو في محل بلايند انجل، ما بتقدروا تقشعوا السيارة يلي عم تجتازكم ان كان من الشمال او ان كان من اليمين. انظمة السلامة يعني قصص، يعني بهيدا العصر بقلب عالم السيارات وخصوصا سيارات دفع رباعي بهيدي الفئة السوبر رفاهية سوبر لكجيريس مثل نيسان باترول، فعلا هودي قصص صارت كتير أساسية وكتير بدائية يعني لحتى ينحكى فيهم. يعني أنظمة السلامة هن أهم شيء بقلب هيك سيارة كتير كبيرة عائلية عندها تاريخ عريق بقلب المنطقة، وتاريخها العريق الكبير هو كمان بالذات بقلب دولة الإمارات العربية المتحدة من سنة 51 لهلا 69 سنة تاريخ. وخبرونا كمان انه السيارة من سنة اطلاقها من سنة 1951 بيعها 1,900,000 نموذج لحديث اليوم. يعني عم تتخيلوا سيارة رافقت كل المواطنين كل العالم بأكيد العالم العربي ورفقتهم. ومثل ما قلنا لكم مبيع 45% بتشكل النيسان باترول، يعني بعتقد بكل بيت بالعالم العربي موجود نيسان باترول بقلب الجراج.
وصلت حلقتنا على نهايتها. إن شاء الله اليوم تكونوا استمتعتوا معنا بتجربة قيادتنا الأولى لنيسان باترول موديل 2020. أكيد عم تسألوني على الأسعار وأي متى بيكون متوفر النيسان باترول. النيسان باترول موديل 2020 رح يكون متوفر حالياً نحن وهلأ عم نحكي بهيدا الفيديو وتجربة قيادتنا. الأسعار رح يبينوا على أسفل الشاشة، بتقدروا تعرفوا قد ايه ببلش السعر أكيد، وأكيد لأعلى ترم بهيدي الفئة. شغلي اللي عبالي لكم إياها أنه كنت بتمنى أنه نيسان يغيروا شكل المفتاح، بس ما غيروا، بقي هو ذاته. كان عبالي فعلا يتغير شكل المفتاح ويكون مفتاح النيسان الباترول يكون مميز عن كل بقية سيارات شركة نيسان. ما عليكم غير زيارة موقعنا على www.arabwheels.net، وأكيد فيكم تتواصلوا معنا من خلال كل السوشيال ميديا، إن كان من الفيسبوك، تويتر، وإنستغرام، وأكيد اليوتيوب تشانل تبعنا. إن الله راد منشوفكم بحلقة جديدة وبسيارة جديدة، ونحن منتظرين تعليقاتكم وتسألونا أي أسئلة يمكن أو معلومات نحن ما قدرنا زودناكم ياهم. الله معكم، باي باي.